اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد نرسل فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه، ولكن بعد اهم العناوين. نطالع في موقع الهيئه العثور على جثه رجل مغدور جنوبي العاصمه. ونقرأ في المدى تنافس المالكي والعبادي يغيب الدعوة عن الانتخابات للمرة الأولى. وفي كتابات نقرأ تحت عنوان وفد كردي يصل بغداد لبحث أزمة المنافذ الحدودية والمطارات. في الجزيرة نت نطالع يلدرم يقول الاعتداء على تركيا عبر الحدود الجنوبية لن يبقى دون رد. ونتصفح في العرب الجديد قتلى وجرحى بقصف للنظام وروسيا على إدلب. وأخيرا وليس آخرا في الحياة، تظاهرة في العاصمة السويسرية احتجاجا على زيارة ترامب. أهلا بكم. أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق أن إقدام هيئة الاستثمار في ديوان الوقف السني ببغداد على منح أرض مصلى العيد في قضاء الزبير بمحافظة البصرة إلى مجموعة من المستثمرين لغرض إنشاء مجمع تجاري ومدرسة آلية بعد انتهاكا صارخا لقانون الوقف عند مذاهب أهل السنة والجماعة، فضلا عن رمزية هذا المصلى ومكانته لدى أهالي قضاء الزبير، مشيرة إلى أن ذلك العمل وغيره من التجاوزات على أموال وأملاك الأوقاف مخالفة شرعية لا يمكن السكوت عليها بحسب ما نشر في موقع وكالة يقين نت. وجاء في نص البيان الذي تلقت وكالة يقين للأنباء نسخة منه أنه في خطوة مستنكرة أقدمت هيئة الاستثمار في ديوان الوقف السني ببغداد على منح أرض مصلى العيد في قضاء الزبير بمحافظة البصرة جنوبي العراق إلى مجموعة من المستثمرين لغرض إنشاء مجمع تجاري ومدرسة أهلية. وأضاف البيان أن أهالي قضاء الزبير الذين احتشدوا أمس لصلاة الجمعة في جامع الرشيدية والشوارع المحيطة به أعربوا عن سخطهم على هذا الإجراء والتصرف غير المسؤول بالتفريط بمصلى العيد، أحد أهم المعالم التراثية في مدينة الزبير الذي تم بناؤه وقفا من قبل أهل الخير في البصرة في عام 900 ميلادية. وتابع البيان أن الإقدام على هذه الخطوة يعد انتهاكا صارخا لقانون الوقف عند مذاهب أهل السنة والجماعة، فضلا عن رمزية هذا المصلى ومكانته لدى أهالي قضاء الزبير وما يحمله من قيمة تراثية ومعنوية جامعة لكل أهالي محافظة البصرة. وفي ختام البيان أكدت الهيئة أنها ترى في هذا العمل الخطير وما سبقه من أعمال وتجاوزات على أموال وأملاك الأوقاف مخالفة شرعية لا يمكن السكوت عليها، وتعد المتحكمين بهذا الملف أشخاصا غير كفؤين ولا مؤتمنين في ظل صمت حكومي معلوم الأسباب مع هذه الأعمال والتصرفات. الآن تبدو مقاومة أهل العراق أمام تغييرات استراتيجية متعددة، لا شك أنها تتطلب تغييرا في خطط الحركة وبعضها أو اجتماعها قد يتطلب تغييرا في الخطط والاستراتيجيات. وفي المرحلة الأخيرة جرت أحداث وأزمات كثرة من هذا النوع، آخرها هو تلك الأزمة التي سقطت على رأس النظام الإيراني كالعاصفة من مظاهرات وانتفاضة شعبية رفعت شعارات العداء للنظام كما يرى الكاتب طلعت رميع في مقال له بموقع الهيانات. تلك الأزمة لا شك ستلقي بآثارها على الحالة في العراق والإقليم بفعل تبدل ملامح القوة الشاملة في إيران، وقبلها كان ثمة تغيير في خطة الوجود والدور العسكري الأمريكي في العراق، إذ تحت عنوان الحرب على الإرهاب جرت عملية استعادة الوجود الأمريكي على نحو مختلف أكبر مما كان من قبل. وكذلك
كان ما جرى في أزمة كردستان العراق أحد الأزمات التي أحدثت تغييرات متعددة على قوة مختلف الأطراف. وبين هذا وذاك يمكن القول أيضا بأن ما حدث من عمليات تحطيم مبرمجة وممنهجة للمجتمع السني تحت عنوان ظهور داعش والحرب عليها قد أحدث متغيرات مهمة هو الآخر، بعضها يتعلق بفكرة حمل السلاح وبعضها يتعلق بمعالم قوة الحاضنة السنية الوطنية. كل تلك الأحداث والأزمات لا شك تتطلب التفكير في طبيعة محددات المرحلة الاستراتيجية الراهنة باعتبارها أحداث ووقائع وأزمات غيرت وستغير التوازنات في داخل العراق. وفي الإجمال يمكن القول بأن مقاومة أهل العراق مقبلة على مرحلة استراتيجية تفتح مساحات لحركتها، خاصة بعد ثورة الشعب الإيراني ضد النظام. يعني ذلك أن إيران هي التي لعبت الدور الأخطر في مواجهة تلك المقاومة الساعية لاستقلال العراق، إلى درجة يمكن القول معها بأن إيران كانت صاحبة الدور الحاسم في مواجهة المقاومة بحكم ما تعرضت له القوات الأمريكية من جهة، وبسبب الدور الإيراني في شق الوحدة الوطنية العراقية على أسس طائفية، وكذا بحكم أن هزيمة المشروع التقسيمي على الأقل في المرحلة الراهنة وتغيير توازنات المحاصصة، فضلا عن الهزيمة الراهنة لفكرة الأقاليم سواء الكردية والسني، وهو ما يهيئ فرصا وأجواء مختلفة لحركة مقاومة أهل العراق عن ما سبق. قبل أيام نفى رئيس الوزراء حيدر العبادي إعادة النازحين بشكل قسري إلى مناطقهم لغرض إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لكن الواقع يقول أنهم عادوا ويعودون يوميا إلى مناطقهم سواء كان الأمر قسري أم لا، فهم يحلمون بالعودة على الرغم من ما ينتظرهم من نقص في الخدمات وحرمان من أبسط أسباب المعيشة في بعض قرى حزام بغداد. استعاد النازحون الذين عادوا منذ أشهر حياتهم بسرعة. من بين هؤلاء كان الشاب ياسر الذي يعيل عدة أسر بعد استشهاد أشقائه في حوادث العنف الطائفي قبل سنوات. عاد ياسر ليقتل برصاص قوات حكومية كما جاء في مقال للكاتب علوي الهلالي بصحيفة المدى. لقد طوى ياسر صفحة قاسية من حياته كان ضحيتها أشقاؤه ليبدأ من جديد، ولم يكن يدرك أن عودة النازحين لا تعني استقرار المناطق وعودة الأمان إليها بقدر ما تعني العيش تحت تهديد من نوع آخر. فقد تعرض العديد من النازحين إلى مساومات من جماعات أمنية اختارت أن تقدم للنازح فرصة حياة جديدة مقابل دفع مبلغ معين من المال أو يتم القبض عليه كمشارك في الإرهاب، ما يعني سكوتهم عن الإرهابيين إن كانوا واثقين من تورطهم فيه أو إلصاقهم تهمة خطيرة بأبرياء للحصول على المال، وهم في الحالتين يعبرون عن أقصى درجات الفساد. التهديد الآخر الذي يعيش تحته النازحون هو المداهمات التي تقوم بها الاستخبارات العسكرية، فهي تقصد منازلهم للقبض على هدف معين للتحقيق بشأن تورطه في الإرهاب. لكن ما حدث قبل أيام في إحدى قرى حزام بغداد أن رجال الاستخبارات لم يكتفوا بالقبض على الهدف الذي خرجوا من أجله، بل أمطروا القرية بوابل من الرصاص العشوائي في الوقت الذي عاش فيه الأهالي أعلى درجات الهلع. وهكذا سقط ياسر ضحية لرصاصة عشوائية بينما كان يحاول طمأنة أولاده وأبناء أشقائه الصغار. لقد ضاع دم ياسر كما ضاع دماء أشقائه حتى هذه اللحظة أيضا. ما زال المسؤولون ومشغلون بترتيب أوراقهم وأوراقهم الانتخابية، وما زالوا يطالبون بعودة النازحين إلى مناطقهم إن لم يرغمونهم على ذلك الحصول على أصواتهم. كيف سيمكن تحقيق ذلك والنازح الآن يعيش تحت تهديد المساومات والمداهمات والقتل العشوائي؟ وكم ياسر سيضيع دمه وسط هذه المهزلة؟ لا غرابة في الأمر، فكلنا يعلم جيدا أن أرخص بضاعة لدينا حاليا هي الدم العراقي حسب الكاتب.
مرشحون للانتخابات والبحث عن الثراء. تحت هذا العنوان جاء مقال الكاتب فؤاد المازني في موقع كتابات، مضيفا أن الكم الهائل من الكيانات السياسية والأعداد الغفيرة المرشحة منها لخوض الانتخابات بمجملها ما هي إلا مصداق للصراع والتنافس لكسب المناصب والامتيازات وحصد الأموال حسب الكاتب. لا وجود البت أي تنافس ببرنامج انتخابي واقعي ممنهج لتقديم الخدمات للمواطنين أو الارتقاء بحياتهم المعيشية نحو الأفضل أو رفع المعاناة لأكبر شريحة في المجتمع من الفقراء والمستضعفين إلا بقدر الفترة الزمنية المحدودة جدا والمتاحة لكسب أصواتهم من خلال وعود وعهود ومواثيق إعلامية تتبخر آنيا بعد إعلانها. الغريب في الأمر أن هذا السلوك النفاقي الكاذب والضحك على الذقون أصبح مشاعا ولا غبار على من يمتهنه، وكأنه سلوك مشروع ويعتبره ذكاء وفطنة وموهبة يمتلكها تميزه عن الآخرين، كما وأن الانتخابات ما هي إلا موسم يتسابق فيه الباحثون عن الثراء. كذلك الانتخابات، هل متصيدون الفرص لانتشال أنفسهم ويكونوا بين عشية وضحاها واجهة سياسية تسبح في نعيم الرواتب المغرية والامتيازات وأرتال الحمايات، ويجوبون الأرض بعجلاتهم المصفحة والمظللة وبعلامة مميزة بدون أرقام ولا تخضع للمراقبة والتفتيش بسك الغفران الممنوحة لها من القانون بأنها فوق القانون، وليصبح أصحابها في واجهة المجتمع ومن الذوات؟ نحو تونس، حيث تثير موجة العنف التي تشهد تونس انطباعات قوية بأن ثمة قصورا كبيرا في السياسات العامة يعاني من جرائه شطر عريض من المواطنين، فيما تعمد أطراف هامشية في الشارع إلى استغلال هذا الخطأ للخروج على القانون وبث الفوضى والقيام بأعمال سلب ونهب للممتلكات، خاصة كانت وعامة. وقد جاء وقوع هذه التطورات مع اقتراب الذكرى 7 للتغيير السياسي في هذا البلد، ليدل على أن هذا التغيير على الرغم من أهميته الكبيرة فإنه لا يكفي إن لم يقترن بتغيير يطاول السياسة الاقتصادية والاجتماعية ويضع بالتدريج حدا لظاهرة الفقر والبطالة، بحسب ما يرى الكاتب محمود الرماوي في مقالة بصحيفة العربية. للحل بصورة فورية السياسيين، عبرت محصلة مواقف الأحزاب والمنظمات المدنية والنقابات عن الشعور بالمسؤولية تجاه تطورات الوضع، حتى مع تأييد بعضها موجة الاحتجاجات، مع الإدراك العام بأن المأزق الاقتصادي غير قابل للحل بصورة فورية، وأن ثمة مسؤوليات تراكمية وأوضاع بنيوية موروثة من العهد السابق أدت إلى نشوب هذا المأزق، فضلاً عن البيئة الإقليمية والدولية. وفي غمرة هذه التطورات، فإن الحاجة قائمة لتدابير إغاثية عاجلة إلى الفئات والمناطق الأكثر عوزاً، وربما بمساهمة واجبة من القطاع الخاص، وكذلك الحاجة إلى مراجعة دورية لنتائج العمل بوثيقة قرطاج، وتوسيع إطار متابعتها ونطاق الموقعين عليها، وبحيث تتحول إلى عقد اجتماعي واقتصادي وبما يتعدى وظيفتها الآنية السابقة بدعم حكومة ما إلى اعتماد نهج اقتصادي واجتماعي متوافق عليه بين ممثلي الإنتاج والممثلين المحليين والبرلمانيين، إضافة إلى الفاعلين الحزبيين. ويضيف الكاتب أنه سوى ذلك سيظل بلد أبو القاسم الشابي عرضة توترات اجتماعية مع ما لذلك من انعكاس على الوضع الأمني، ومع التخوف من تأثير هذا الوضع على إجراء الانتخابات البلدية المرتقبة في 6 مايو أيار المقبل. منذ مطلع القرن 21 دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في حرب مفتوحة مع الإسلام والمسلمين من دون مبررات قانونية،
ولا أسباب عقلانية، وهي أي أمريكا تواصل هذه الحروب العدوانية المفتوحة على بلاد المسلمين من دون رادع ولا محاسبة عالمية حتى. وهذا يفرض سؤالا يقول: من الذي يدفع الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في حروب ضد المسلمين وداخل بلادهم من دون وجه حق ومن دون امتلاك شرعية قانونية؟ هكذا يسأل الكاتب محمد زاهد جل في مقال له بصحيفة القدس العربي. وحيث أن نتائج هذه الحروب الأمريكية العدوانية مدمرة لبلاد المسلمين أولاً ومدمرة للاقتصاد الأمريكي ثانياً ومن دون أن يجني الشعب الأمريكي منها خيراً، فإن السؤال يزداد أهمية لمعرفة الأسباب الحقيقية لوزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون لماذا تصر على خوض هذه الحروب الخاسرة؟ وهل البيت الأبيض هو من يدفع البنتاغون للحرب أم العكس؟ أم أن الكونغرس هو من يخطط ويوزع الأدوار السياسية والعسكرية؟ أم أن الكونغرس نفسه ضحية ضغوط لوبيات صهيو أمريكية يمينية متطرفة؟ أو ضغوط شركات رأسمالية في تجارة السلاح والأدوية الأمريكية لا تختلف في عقليتها في الهيمنة عن أعتى الديكتاتوريات التي عرفها التاريخ شراهة في خوض الحروب وتدمير الشعوب الأخرى، بحسب أوصاف بريجينسكي مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق. وقرار ترامب الأخير هو نحو القدس يعبر عن هذه العقلية العدوانية ضد العرب والمسلمين وتجاهل وجودهم وحقوقهم والرد الأكثر جدوى للدول الإسلامية أن تعمل بعقلية ذاتية بحيث تمسك بالأوراق الحقيقية التي تملكها وعدم التهاون فيها والسعي لامتلاك أوراق قوة أكثر للحفاظ على مصالحها وعدم تركها بيد أمريكا وحدها التي تتغير مواقفها العدوانية بتغير معادلات تحالفاتها الإقليمية في الشرق الأوسط والعالم أولاً، وضرورة مخاطبة الشعب الأمريكي بعدم وجود مبررات للجيش الأمريكي بخوض هذه الحروب الظالمة ضد الدول الإسلامية وشعوبها حسب المقال. بعيداً عن السياسة، تعرض طفلة كندية مسلمة عمرها 11 عاما لاعتداء من قبل شخص مجهول حاول تمزيق حجابها في مدينة تورنتو، وأخذت الطفلة خولة إنها شعرت برعب كبير بعد إحساسها بقيام أحد الأشخاص بملاحقتها خلال توجهها إلى المدرسة مع شقيقها، وأوضحت أن رجلا حاول تمزيق حجابها وبعد صراخها هرب، لكنه عاد بعد دقائق وبدأ بتمزيق الحجاب معربة عن خوفها من الذهاب للمدرسة مشيا على الأقدام مجددا بعد الحادثة. وعلى الفور قامت أسرة الطفلة بتقديم الشكوى للشرطة التي بدأت بالتحقيق لكشف هوية الشخص المعتدي. بدوره أدان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الحديث وقال في بيان رسمي: إن قلبي مع الفتاة الشابة التي تم الاعتداء عليها بسبب ديانتها، أستطيع تخيل مدى الرعب الذي عايشته هذه الفتاة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.